مساء الخير لكم جميعا، وشكرا لمن هو معنا اليوم في هذه الندوة التي عنوانها وموضوعها هو بعد 10 سنوات على انطلاقة الانتفاضات الشعبية العربية، لماذا تعثرت ولماذا انحرفت أو انحرف بعضها، حتى لا نتحدث بعمومية. أيضا ندوة اليوم هي ليست خاصة بأي بلد عربي، ليست خاصة لا بسوريا، كون المتحدث الدكتور هيثم الذي سيبدأ هذه الندوة هو من أصول وطنية سورية، ليست خاصة عن سوريا وليست خاصة عن أي بلد عربي. هي ندوة بالحقيقة الهدف منها هو تقييم هذا الحراك الشعبي الذي حدث في السنوات العشر الماضية. بودي أن أقول بداية أنه خلال هذا الشهر وفي يوم تحديداً 18 كانوا الأول ديسمبر حتكون الذكرى 26 لتأسيس مركز الحوار العربي بواشنطن. ومنذ الندوة الأولى للمركز يعني في يوم الافتتاح وما بعده من ندوات وحتى الآن، يعني عم بتحدث عن حوالي أكثر من 1200 ندوة حصلوا حتى الآن، في كل هذه الندوات لم نشترط الحجز المسبق لحضور ندوات ولا أيضا يعني تسجيل أسماء أشخاص قبل بدء الندوات. وكان هذا الأمر يعني مستمر منذ 26 سنة وما زال مستمر الآن في الندوات التي نقيمها أونلاين. كل ذلك كان الهدف منه سيبقى يعني الحرص على تشجيع الجميع على التفاعل، التفاعل الإيجابي طبعا والمشاركة الفعال في عدة قضايا تهم العرب أينما كان. هذا الشيء مرتبط بالتزام طبعا بضوابط الحوار التي أيضا رافقت نشوء مركز الحوار من 26 سنة. ضوابط الحوار هي التي تدعو يعني أو تؤكد على حق الاختلاف بين الآراء، لكن شرط أن لا تصل طبعا إلى خلاف بين الأشخاص. هذا أمر جرى تكريسه في كل ندوات مركز الحوار والحمد لله، ونجحت التجربة في هذا المجال تحديدا، يعني في مسألة أن تكون هناك حوارات عميقة جدية بين فاعليات عربية من أمكنة مختلفة، وأن يبقى هذا الاختلاف في الرأي هو في حدود اختلاف بالرأي، وأن يتم حتى الاستفادة من هذا الاختلاف بالرأي، لأنه ليس هناك أي رأي ممكن أن نقول أنه هو فقط هذا الرأي الصحيح وغيره رأي خطأ. الآن الحديث عن الندوات مرتبط بالحديث عن الحراك الشعبي، لأنه إذا الحراك الشعبي العربي في أي بلد عربي استهدف هذا المزيج من الديمقراطية والعدالة، فأنا الآن أرجو من الجميع أنه حري بنا الآن نحن في هذه الندوة أن نحرص أيضاً على هالمسألتين، على الديمقراطية وعلى العدالة، أي على حق الاختلاف في الرأي بين المشاركين، وهو يعني ذلك انعكاس لأي ممارسة ديمقراطية، وأن نحرص أيضا على حق الآخرين في التعبير عن رأيهم من خلال عدم الإطالة في الحديث وفي التعليقات لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المشاركين معنا اليوم أن يعطوا رأيهم. هذه الندوة اليوم هي من أجل تقييم عام يعني كما أشرت لما حدث في هذا الحراك الشعبي طيلة عقد من الزمن. طبعا كشفت الأحداث في أكثر من بلد عربي عن حجم المأساة والعطب، ليس فقط في الحكومات للأسف ولكن حتى في العديد من المعارضات العربية. جميعنا ندرك أن هناك يعني اختلاف كبير وفوارق كبيرة بين الانتفاضات الشعبية التي جرت في أكثر من مكان، يعني ليس كلها يمكن وضعها في سلة واحدة. يعني ما حدث بداية في مطلع 2011 في تونس ومصر مثلا لم نرى يحدث في ليبيا أو في سوريا أو غيرهما من عسكرة للحراك الشعبي واستخدام العنف، ومن تدخل خارجي سافر حدث في الكثير من هذه الانتفاضات العربية. أنا شخصيا يعني أقدر جدا وأحترم جدا أي معارضة عربية تلتزم بلقاءات ثلاث سمعتها أول مرة في الحراك الشعبي العربي الذي حدث. سمعت أول مرة من دمشق حينما شارك الدكتور هيثم مناع وأشخاص آخرين في صياغة هيئة التنسيق الوطني في سوريا، وضعوا لقاءات ثلاث أعتبرها فعلا هي كانت يعني دليل ومرشد للانتفاضات الشعبية العربية لو جرى الالتزام فيها إن كان في سوريا أو في خارجها. هاللقاءات الثلاث هي لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي. وللأسف معظم الانتفاضات حتى لا أيضا أعمم لم تلتزم بهذه اللقاءات الثلاث أو بأحدها، وجدنا سلبية تحدث فيما بعد. دكتور هيثم مناع هو ينتمي إلى هذا النوع من المعارضة العربية،
هو كان من الأشخاص الفاعلين في بداية تأسيس هيئة التنسيق الوطني في سوريا التي انطلقت من دمشق، وشارك فيها أيضا عدة أشخاص أقدر لهم جميعهم، يعني جميعهم تاريخهم الوطني. وهؤلاء أنا في رأيي لا يجب تجاهل دورهم وأهمية مواقفهم رغم كل الحصار السياسي والإعلامي الذي نراه عليهم وعلى كل من هو يبدو يتبنى هذه اللاءات السلاس في الحراك الشعب العربي في أي مكان. دكتور هيثم، منع للعديد منكم الآن المعنى في هذه الندوة، أو حتى لمن هم سيستمعون إلى هذا الفيديو لاحقا. هو يعني غني عن التعريف، لكن أنا بودي أن أشير، هو جامع بين الطب والعلوم الاجتماعية وبين القانون، وهذا المزيج يعني الجميل في البحث والدراسة الشخصية أهلته في الحقيقة لأن يتعامل مع الكثير من القضايا التي لا تتعلق فقط في سوريا. يعني هو بالأساس ليس من يعني ليس من المهتمين فقط في أوضاع سوريا أو فقط أوضاع المنطقة العربية، هو من الأساس هو يهتم بما هو مسألة حقوق الإنسان عامة. دكتور هيثم له حوالي 56 كتاب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ربما حتى أشهرها ما هو يعرف اسم موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان وعن مستقبل حقوق الإنسان. هو شغل عدة مواقع قيادية في منظمات دولية وعربية حقوقية، وأسس المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان بعام 2009، وهو مؤسس تيار قمح في سوريا وقيادي من قيادين المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، وهو معنا اليوم من مقر إقامته في ضاحية جنيف. لكن حسب ما علمت منه قبل أن نبدأ، لأن أنه كان بوعك الصحي ليلة أمس، فأتمنى له الصحة والعافية باسمكم جميعا، وحأترك الحديث له أيضا متأملا منه أنه يراعي ما أشرت إليه في البداية عن مسألة الوقت، وأيضا عن مسألة عدم الخصوصية في أي وضع عربي. تفضل يا دكتور هيثم، الكلمة لك. شكرا أخي صبحي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، لأنه في ناس عندهم الصبح وناس المساء. بحب أشكرك أخي صبحي على عنوان السهر، لأن هذا العنوان يعفيني من النقاش العقيم حول انتفاضة الشعوب العربية في عدة بلدان من داخلها وليس بالريموت كنترول. فلا يمكن لأي عملية تزوير أو تشويه أو توظيف للوقائع أن تمحو تفاصيل أيام ربيع المواطن. ومن المضحك أن تصبح مهمة أشباه البحاثة في تحقيق في صلات النسب بين حراك تلقائي عفوي ومشروع المحافظين الجدد، أو دراسة صدرت عن مركز بحث أمريكي قبل ربع قرن. في الأيام الأخيرة من 2010 بدأ حراك تلقائي شبابي في أكثر مناطق تونس تهميشاً وتوظيفاً. سيدي بوزيد كانت المنطقة التي تعطي لبن علي الموظفي الأمن، وهي مهملة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية السياحية الثقافية. ومن هنا لما صار في تضخم في جهاز الأمن ما عاد في حدا منها يلاقي شغل، لذلك كان في انفجار حتمي في لحظة ما، وبدأ هذا الانفجار بالأشكال اللي شفناها واللي أنا كنت أسميها الدكتاتورية الباردة، دكتاتورية بن علي. إذا أخذنا وقتها رد الفعل المتخبط للحكومة الفرنسية، تتذكروا تصريحات وزيرة الدفاع، الخلاف اللي صار في الحكومة الخارجية، ما هو ماذا نفعل؟ هذا بيدل بجلاء على أن ما جرى لم يكن على الأجندة الغربية، بل كانت المفاجأة لها مثل ما كانت للمثقف العربي سواء بسواء. وأنا بعطي مثل ليلة رأس السنة، كنت مع منصف المرزوقي في 2011، يعني 10/11، بعد زيارة عائلة أحد ضحايا القمع في مدينة تالا. كان أهله في باريس، وإحنا راجعين بيقول لي بعد أيام ينتهي جواز سفري،
وسأصبح من جديد في حركتي أسير هذا النظام الحقير الذي سيحولني إلى كائن ممنوع من السفر. وهذا صار رئيس جمهورية بعدين، يعني ما كان عارف إذا بيصير معه جواز سفر بعد أسبوعين أو ما بيصير. لا يستطيع أحد أن يحرق مسلسل الأحداث أو يشوه. الحقيقة كانت إنشودة الحرية على كل لسان، الحرية التي تساءل المصريون قبل 5 سنوات، 6، يا حرية فينك؟ فينك أمن الدولة بيني وبينك؟ تلقت صدى الإجابة من شبيبة الثائرة في تونس: تونس حرة، تونس حرة، شغل حرية، عدالة اجتماعية. وقفت أمام الجموع، وقفت، كنت وقتها في القصرين، ودوز أحيي إبداعات الثورة التونسية الثلاثة: ثورة مدنية سلمية، ثورة دون أصنام ورموز، ثورة استوعبت عمق العلاقة بين الديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ لحظاتها الأولى. وتساءلت: أين ابن لادن؟ وأين الصورة المشوهة التي قدمت عن عالمنا العربي؟ طلبت أنا شخصيا تصريح للاعتصام والتظاهر من 20 ديسمبر إلى نهاية مارس، آخر مارس 2011. 18 تجمع، رحت على البريفكتور وطلبت 18 تجمع ومظاهرة باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان. إذا كنا نحن عملاء، معناته هي شغلة كبيرة. مجموع النشاطات اللي تمت بهالفترة كانت 32 نشاط، يعني نحن أكثر من النص كنا ننظمه بأنفسنا، تأييدا للحركة الشعبية في تونس، مصر، ليبيا وسوريا. حتى أنه بعد ذلك عندما توجهت إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته بأذار، وكان في مشاد، كان المندوب الروسي من الجيل القديم اختيار، فقال لي: أنت تشتغل مع الناتو. من هون أرجو أن نضع فكرة المؤامرة جانبا، فإن كان من مشروعات تآمرية حيكت وثورات مضادة طبخت، فهي على الحراك الشعبي وفي محاولة احتوائه إن لم نقلها بصراحة أكبر: اغتياله وقبره. امتد الصدى لساحة التحرير في مصر، والتقطه شباب درعا. من أول شعارات في درعا، والأفلام موجودة: يا حرية يا حرية، تعالي من مصر لسوريا. في ساحات صنعاء أيضا ودوار اللؤلؤة في المنامة كانت الكلمات تتشابه، ولم تلبث فرحة الحرية التي هزت كل أشباه العروش، لم تلبث أن أصبحت العدو المعلن لكل الطواغيت. هنا أنا برأيي شكلت ليبيا البطن الرخو لهذه الصحوة الشبابية العامة. مع كل الاحترام، أنا أعرف جيدا كل أطراف المعارضة الليبية وأيضا المنظمات الحقوقية الليبية. وجد الناتو في طرابلس الفرصة للولوج بقوة في حالة الهيجان العام التي حدثت في بنغازي. ليبيا بتنتج 5 أضعاف ما تنتجه الجزائر من النفط، لكن الحركة الديمقراطية في ليبيا هي الأضعف في شمال إفريقيا، وهذا يعني ما يزعلوا مني أصدقائي الليبيين، هذا واقع. وبالنسبة للغرب، من يسيطر على الوضع في ليبيا سيمسك بيضة القبان عند جاريها التونسي والمصري. هون بدأ التدخل الناتوي بغطاء عربي قطري
بيطلع لنا القرضاوي بفتوى بالدخول، لا بدخول الناتو، المطالب بدخولهم، وإعدام القذافي. برنار هنري ليفي اللي بتعرفوا يومها صحيفة الرأي القطرية، العدد عندي ما موجود، أهم مناضل أوروبي لحقوق الإنسان، يخوض بإشراف ساركوزي معركة تجميل لتدخل الناتو في الشارع الأوروبي. ويومها خضنا معركة مع الخضر والحزب الشيوعي ضد هذا التوجه، الحزب الشيوعي الفرنسي وحركة الخضر في ألمانيا وفرنسا. ثم بعدها بإشراف ساركوزي صار في عنا تنسيق بين الخارجية الفرنسية، السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، من أجل إجراءات شرعنة مجلس حكم انتقالي. أنا أذكر كنت مع عدد من الأخوة التونسيين الليبيين اللي شاركونا في المظاهرات اللي كنا نحن نعمل الرخصة لها في باريس. هم مثلي تفاجؤوا بإعلان مجلس الحكم الانتقالي. الكوميديا الإلهية اللي كتبت فصولها بالاعتماد على هجين عجائبي من الجهاديين والإخوان وللأسف بعض الوطنيين قامت على مركب انفجاري. لم يلبث أن حول ليبيا إلى القاعدة الأهم للحركة الجهادية التكفيرية في شمال أفريقيا. هرب ساركوزي وليفي من الزورق وهو يحترق، واختيل السفير الأمريكي، وتحول النموذج القطري الناتوي إلى كابوس يقض مصارع الجميع. في هذا الوقت كان تصاعد الحراك الشعبي السلمي في سوريا. في سوريا في حركة سياسية معارضة توافقت على مشروع ديمقراطي منذ 79، عاشت تجربة مرة مع العنف الأخواني ب 78-82 اللي أعطى فرصة للنظام لزج آلاف الشيوعيين الوطنيين الناصريين في السجن أثناء معركته مع الطليعة المقاتلة. بعد 20 سنة معظم تقاليد الثمانينيات أصبحوا خارج السجن وهم يحملون آلام أزيمة مبكرة في معركة غدر بها العنف الإخواني والقمع الأسدي، والعديد منهم خرج كاتبا وباحثا من مدرسة السجن، وجلهم قام بمراجعات فكرية وسياسية هامة. هون احنا مشكلتنا الأساسية، كيف تم بناء الجسر بين المثل الليبي والمثل السوري؟ كيف بعد ما كانت كل أنظارنا إلى مصر وتونس تم توجيه مجموعة من السوريين نحو النموذج الليبي؟ طلب تدخل الناتو، مجتمع عم ينزل مليونين 3 ملايين في الشارع، هل يحتاج إلى الناتو؟ احنا ما كنا مثل ليبيا، ولا في أي شكل من أشكال التشبيه. للأسف خاض في هذه الفكرة وهذه عدد كبير من الناس، الإخوان المسلمين، بس قول إخوان يعني مش التنظيم، التفكير الإخواني. عدد من العلمانيين الديمقراطيين أيضا، يعني حتى أنهم ما كانوا ينحرجوا لما آلان جوبيه يقول مجلس الحكم الانتقالي، يعني المجلس الوطني السوري، يعني هي لفظ نفس الاسم الليبي كان مجلس فمش المشكلة اليوم، لأنه هذا كان بداية الشر
حقيقة بداية الشر كان بأن توجيه الناس نحو كسر فكرة أن التدخل الخارجي ضار، كسر فكرة أن العنف يمكن أن يدمر البشر والحجر، وكسر فكرة أساسية كانت محمولة وواضحة عند الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين منذ 78 ولم تغب، بالعكس رموزها كانوا في سجن صيدنايا كانوا موجودين، اللي هي مسألة أنه إسقاط النظام النصيري. إحنا مشكلتنا مع نظام نصيري. هون بالتأكيد يعني صار في إصابة بالصدر، لا مشروع الكرامة والحرية في سوريا. صار عندنا جهات بين قوسين المقموع ضد إنشودة الحرية وليس ضد بشار الأسد، ديماغوجية الثيران باسم الثورة، استعانت أجهزة القمع مش بس النظام السوري بالتكفيرية الظلامية وبدأت بتصديرها إلى سوريا. من بدأ ذلك؟ وهي هون المفارقة، النظام الأمني السوري، لأن محمد نصيف كان حاضر مجاز الحرام، فكان عارف أنه أحسن شيء اعتقل السلميين وافرج عن الجهاديين، فهو منزج بأول دفعة من الجهاديين التكفيريين إلى ساحة القتال ليس إلى المظاهرات، عندما أفرج عن 1400 جهادي سلفي في النصف الثاني من شهر أيار مايو بعفو رئاسي. هذا العفو استثنى بخبث آلاف الشبيبة التي اعتقلت لمجرد مشاركتها في التظاهرات السلمية. أنا شقيقي الفقيد معنى العودات لم يفرج عنه بهذا العفو رغم أنه مشاركته في مظاهرات سلمية في درعا اعتقل، ثم عندما أفرج عنه قتلوه فورا حتى ما يعمل شيء، بينما كل من أفرج عنه في صيدنايا من الجهاديين لم يطلب منهم مراجعة. في كم كردي وكم عربي أفرج عنهم مع 1400 كان مطلوب منهم مراجعتين في الأسبوع أمنيات، لذلك ما احتاج حسان عبود لأكثر من 14 يوم حتى يعلن ولادة كتائب أحرار الشام. هون الحقيقة المعايير تكسرت، في شيء صار. احنا كنا بخطابنا بنقدنا كحقوقيين كديمقراطيين نخوض بصراعات مع وفود هذه الدول في مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان من قبلها في مسألة الحريات الأساسية، ويقولوا لنا يجاوبونا أنه مجتمعاتنا ما هي معدة أو جاهزة، يعني جواب تبع الأنظمة مش أنه أنتم سيئين وكذا، لكن يجب انتظار الوقت المناسب. بمعنى ما هون صار مسألة ثانية اللي ما جرأت عليه أقدر الدكتاتوريات، صار شعار معلن ومطبوع من عند خطاط شاطر ويملأ ساحات في المناطق التي يسيطر عليها الجهاديين. الديمقراطية شرك، المدنية كفر، العلمانية إلحاد، في الشوارع في الشوارع نقول والله النظام السوري عملها. لا، مش النظام السوري اللي عملها، اللي عملها المحيسني واللي عملها جماعته واللي عملها البغدادي واللي عملوها معروفين من وكيف تفكيرهم، ومن زمان معركتهم معنا كديمقراطيين عرب. فهذا كله بيستدعي شيء واحد، أنا ما راح أطيل
في نقاط أساسية موجودة في النص اللي سأقدمه للحوار يستدعي أن نطرح أمامنا السؤال: هل يجوز التساهل عندما نتحدث في موضوع التغيير الديمقراطي مع موضوع العنف؟ أنا أظن أن استخفاف البعض أو اعتبارهم أنه ممكن نستعملها أو ممكن نوظفها، اليوم منشغلهم وبكرة نشيلهم، لأن مجتمعاتنا احنا معتدلة ولا تطيق هذا التطرف ولا كذا، كان سبب أساسي فيما وصلنا إليه. أنا أظن بأنه اليوم نحن بحاجة إلى غاندية سياسية كديمقراطية، وأن نكون مدافعين بأيدينا وبكل ما نستطيع من أجل أن يكون لدينا أشكال متقدمة للمقاومة المدنية الديمقراطية اللي واضح موقفها من العنف. وإلا من السهل في مجتمعاتنا من أيام طانيوس شاهين إلى اليوم، طانيوس شاهين بدأ بحركة فلاحية انتهت بحرب الستين، من السهل الاحتواء التوظيف والعودة إلى مستنقع بعد ما كان احنا لدينا مثل ما قال حسين عودات، قال لي قلت له شو عم بيصير؟ أنه أنا حرمت من أني أروح على بلدي بلحظة الجمال هاي الربيع هذا. قال لي مئات آلاف الشباب اللي ما كانوا يعرفوا شو معنات الشأن العام ولا يهمهم الآن في الساحات، شوفوا كيف تأطروهم قبل ما يضيع هاي الفرصة اللي ما بتتكرر يمكن مرة ولا مرتين بالقرن. الله يرحمه. شكرا. شكرا لك يا دكتور هيثم، شكرا على التقديم الشامل وليس الخاص في بلد معين، شكرا على الخلاصة اللي وصلت لها التي لا علاقة فيها أيضا مسألة العنف. وأعتقد أنك يعني تشاركني بوصف سمعته من صديق بالحقيقة معروف بوطنيته وعروبته من لبنان، بأنه يعني ما حدث في كثير من البلدان العربية هو مزيج من مطالب مشروعة ومن أجندات مشبوهة، ويبدو هذا وصف أيضا دقيق امتزج في السنوات الماضية. والحقيقة يعني ما يلفت الانتباه أخي الدكتور هيثم أنه في لقاءات رسمية ثلاث أخذت بعد حرب 67 سقطت، اللي هي لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بإسرائيل، واللقاءات الوطنية الشعبية اللي أنت كنت يعني على أيضا ما عرفت أنك أنت كنت الذي اقترح هذه اللقاءات الثلاث على هيئة التنسيق الوطني في سوريا، لا للعنف لا للطائفية لا تدخل أجنبي، أيضا سقطت. يعني هذا المزيج من سقوط لقاءات ثلاث رسمية مع لقاءات ثلاث عربية شعبية أعتقد يكمل بعض البعض، ونعيش مزيجه للأسف الآن. معي عدد مهم جدا من المشاركين من عدة بلدان عربية، معي من المغرب، معي من طبعا لبنان، من الكويت، من السعودية، من مصر، من الأردن، من فلسطين، فهناك مزيج موجود. ومهمني أيضا شير أنه من بداية الندوي هي الآن لايف على يوتيوب، يعني من وقت ما بدأ الحديث الدكتور هيثم هي لايف على يوتيوب، إذا حد يريد يرسل تكست مسج لشخص ما ليتابعها فقط قولوا له يعني يعملوا على يوتيوب سيرش بحث عن الحوار سنتر، تكتب ALHEWAR سنتر، الحوار سنتر يعني الكلمة اللي أنتوا عم تشوفوها الآن بس بدون الشحطة الداشة، موجود لايف على يوتيوب اللي عم نعمله الآن. في بعض الأشخاص تمنيت عليهم أنه ما يخلص دكتور هيثم نسمع منهم تعقيب سريع مختصر جدا، فأتمنى منهم أنه فعلا يلتزموا بذلك، وهم يعني ينتمون لأوطان عربية مختلفة. بدنا نسمع من الأستاذ قاسم الوزير من اليمن، الأستاذ الذي هو مقيم في واشنطن لكن هو كاتب وشاعر ومفكر يمني مقيم في منطقة واشنطن، ومن الأستاذ مفتاح الطيار وهو سفير ليبي سابق أيضا مقيم في منطقة واشنطن، ومن الأستاذ سعيد عرايقات وهو إعلامي من فلسطين مقيم في واشنطن، ومن المغرب الدكتور مختار بن عبد العلوي.
ومن لبنان الأستاذ عدنان برجي عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين. يعني أتمنى منهم جميعا أن يختصروا فقط في اللي حيقولوه. وأيضا سعدت بمشاركة الأستاذ مسعود المعلوف وهو سفير لبناني سابق، أيضا كنت قد يعني تمنيت عليه أنه إذا استطاع المشاركة يساهم في تعليق معنا. فحبدأ مع الأستاذ قاسم الوزير والأستاذ مفتاح الطيار. تفضل يا أستاذ قاسم، بدك ترفع نفسك عن الميوت الآن. هذا الأمر اللي أتمنى من اللي ذكرت أسمائهم هي نفسهم اللي رفع نفسهم من الميوت. طيب إذا الأستاذ مفتاح الطيار جاهز، ناخذ من الأستاذ مفتاح ونعود للأستاذ قاسم. أستاذ مفتاح، أستاذ قاسم. نعم. أهلا يا أستاذ مفتاح، تفضل. يا أهلا وسهلا، شكرا أستاذ صبحي. طبعا أنا التحقت الحقيقة متأخر شوية، لكن الجزء اللي كان جدا مهم بالنسبة لي على الأقل أستطيع أن أقول فيه كلمتين هو ما تفضل به الأستاذ هيثم، وكلمة حق في هذا الرجل. في عندما كنا في المعارضة الليبية كان ضيفا عندنا في كثير من الندوات والحلقات وفي المظاهرات التي جرت في أوروبا أيضا، فأنا أوجه له التحية وأنا أعتز به الحقيقة وأتشرف بمعرفته. الحديث اللي فقط يعني سريع، هو ركز الأستاذ هيثم على الثورة في ليبيا وأسماها وأسماء أطراف كثيرة فيها، وأنا أريد أن أقول فقط يعني شيء عملي حصل معايا. أنا رجعت إلى ليبيا في شهر مارس، والغريب أني رجعت في التاريخ 21 مارس، أي يومين بعد قصف ما يعرف في الأدبيات الليبية بالرتل. القذافي أرسل رتل مدجج لغزو بنغازي وضربها باعتبارها هي قلب الثورة، وتدخل الناتو في آخر لحظة. والآن المعلومات تقول بأن التدخل ساركوزي كان بشكل كبير بمبادرة منه وبقناعة منه وبقرار منه، وليس باجتماع كامل للناتو وهكذا. لكن في النهاية وافقت أمريكا واشتركت في قصف طرابلس بشكل حقيقة كبير جدا. أنا لما كنت في بنغازي في ذلك الوقت ذهبت إلى لصلاة الجمعة، فتكلم الخطيب الجمعة، وكان من الأشياء الطيبة اللي شفناها غادي أنه كثير من الخطباء هم شباب صغار في السن وأيضا مفوهين والآخرين. فتكلم عن العلمانية وخطرها على ليبيا. في ذلك الوقت كانت بدأت من الطرفين، للأسف الشديد من طرف ما يسمون أنفسهم بالعلمانيين في ليبيا وطرف الإخوان المسلمين، بدأت مناوشات على هذا الموضوع. وكنت أعتقد أنها ستكون مضرة جدا جدا جدا، وأنها مبكرة أن تزج بالشارع الليبي في هذه المرحلة الحرجة في مثل هذه القضايا. فبعد خروجي أنا بعد الانتهاء الخطبة تكلمت مع الشيخ هذا وقدمت لنفسي وقلت له والله أعتقد يا شيخ أنه الآن من الظلم أن نزج بالشعب الليبي المهمش المغيب في طيلة هذه السنوات، أن نزج به في قضايا مثل هذه القضية اللي هي قضية العلمانية و و و والتكفير والأخري، والأولى والأجدى أن نحدد أولوياتنا بشكل صحيح. ثم بعد ذلك في أما الآن فهو يعتبر الحقيقة مضر جدا، فرفض كلامي. ثم فيما بعد تطورت بيننا علاقة وصداقة. هذا الأخ الآن يعتبر مما يسمون الآن بالمهجرين، يعني اضطر أن يخرج من بنغازي، الآن هو في طرابلس وطرابلس هي مئات من فأنا أريد أن أقول أن أولا أن
التدخل الناتو كان كارثي، ولكن من كان سيأخذ القرار باستدعاء الناتو أو التصدي له وكذا؟ المجلس الوطني الانتقالي كما قال الأستاذ هيثم. المجلس الوطني الانتقالي، أنا أذكر جيدا أن الكثير من التينك تانك والصحفيين وأجهزة المخابرات أيضا كانت تتصل بنا لتعرف من هم هؤلاء أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. لم يكن فيهم إلا واحد معروف، وهو سياسيا يعني في بدايات، لا يعني لا يعرف كذا، مصطفى عبد الجليل مستشار. كان عفوا لو أعطاك يعني أنا تمنيت في البداية فعلا أنه لا نكتفي بالحديث فقط عن تجربة عربية واحدة. الفكرة من الندوة بالحقيقة اليوم زي ما تعرف نحن حدثنا كثير عن أوضاع عربية داخلية، إن كان في سوريا أو ليبيا أو العراق أو لبنان أو اليمن أو غيره، لكن ممني فعلا بهالندوة اليوم نخرج بخلاصات لها علاقة بكل ما هو يحدث في المنطقة العربية، كان من حراك شعبي زي الخلاصات اللي قالها في نهاية حديث الدكتور هيثم، أكثر من هو التركيز الآن على الوضع في ليبيا. فأتمنى يعني أنه نتحدث عن الخلاصات أكثر من عن تفاصيل في أي حال عربي. سألتزم بهذا أستاذ صبحي، ولكن هو نفس الضيف ركز على هذا الجانب في محاضرته وأخذ منه وقت، وكان أثار الحقيقة أثار قضايا تلعب فيه ليبيا دور أساسي، فكان أنا أخذت منه أنا ما هو نعم. فأنا أكتفي الآن وربما شكرا أستاذ صبحي. شكرا لك، لكن أرجو ما يعني ما تنظر لكلامي وكأنه يعني مخالف لأنت ما تريد أن تقوله، بمقدار ما هو فقط حرص على التعامل مع موضوع الندوة كخلاصات أكثر من هو. أنا وأستاذ صبحي مرة أخرى أنا ظننت وما زلت أظن أنني ما زلت في موضوع الندوة بدليل أنني تكلمت على موضوع التطرف وموضوع وهكذا، لكن على أي حال إن شاء الله ليست هذه هي الفرصة الوحيدة. مرة أخرى أنا أحيي الأستاذ هيثم، وإن شاء الله يظل معنا وقت نرجع نسمع أكثر منك يعني، بس لا إن شاء الله أمامي لا يحيط مفتاح طويل من الأسماء اللي أصم دعيته زي ما حصل معك يعني أصم هم طالبين الكلام يعني. نسمع من الأستاذ قاسم الوزير من واشنطن وبعدين دكتور مختار من المغرب. تفضل يا أستاذ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا كثيرا للأخ هيثم على هذه الخلاصة المركزة التي تلقي بعض الضوء على أوضاع الربيع العربي. أريد فقط أن أركز على قضيتين اثنتين إضافة إلى ذلك. أولا أن تصوير الانتفاضات أو ما سمي بالربيع أو الثورات ما شئت أن تسميها مؤامرة، هي في نفسها هذه القضية، طرح هذه القضية المؤامرة، هذه القضايا التي تعبرت عن انفجار حقيقي للغيظ المخزون في صدور الجماهير، وانتفضت انتفاضة تلقائية في كل مكان ابتداء من تونس، وما كان للمؤامرة ولا للمخابرات الأجنبية أن تأتي بشخص مسكين فقير في قرية منعزلة ليحرك نفسه ليكون الشرارة التي فجرت كل هذا الربيع في المنطقة العربية كلها. القضية لا يمكن أن تكون من صنع مؤامرة، هذا شيء، لكن المؤامرة جاءت لاحقة لذلك، لأن الجميع فوجئ بهذه الانتفاضة التي امتدت من سوريا إلى مصر إلى اليمن إلى سوريا إلى كل المناطق، وأرادوا بعد ذلك الالتفاف عليها. هذا الالتفاف هو نتيجة المؤامرة، أما الحجز نفسه فهو انفجار كما يقول هوجو إن للغيظ المكبوب في نفوس الناس وفي نفوس الجماهير المكتظمة. إذن لا مؤامرة هناك في البداية، ومؤامرة تبعت لاحتوائها، وهذا الاحتواء قرر من اللحظات التي درست فيها الحدث وانتشاره بأن تعسكر المنطقة كلها من جديد، وأن يعمل على إحاضة الموضوع بالعنف في الداخل وبالعسكرة في الحكم وبالتصوير الربيع بأنه كان كله مؤامرة، ولن ننتهي بالوضع الذي انتهينا إليه الآن باستمرار للهدم والتدمير وتشويش الأفق
حتى لا يرى لا ترى الجماهير طريقها المستقل، لكي أمثل فقط تمثيلا واحدا على فرادة هذه الثورة وفرادة هذه الربيع، سأضرب باليمن مثلا. اليمن مثلا الذي يحمل كل فرد فيها السلاح، والذي قدر بأن فيها من السلاح أكثر ما فيها من البشر، كان لما استمع لما اجتمعت القوى الشبابية في ساحات التحرير، كان أفراد القبائل وليس مشايخها، أفراد القبائل يأتون ليشاركوا في هذا التجمع، كانوا يضعون أسلحتهم اختيارا قبل أن يدخلوا حتى لا يتورضوا، ويدخلوا بدون سلاح ويهدفون مع الهاتفين ويدعون للتغيير والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إذن نحن كنا أمام ربيع لو أحسن توجيهه ولو سلم المؤامرة لكانت البلدان العربية خير تتمتع بشيء كبير من الديمقراطية والعدالة، ولكن هكذا كان. والسبب الرئيسي في نجاح المؤامرة الاحتواء هذه ترجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول الانتليجنسيا، هؤلاء المثقفون الذين خافوا من نتائج الديمقراطية على مراكزهم، فأيدوا في الحكم العسكري سواء في مصر أو في غير مصر. والناحية الثانية خوف الأنظمة التقليدية من امتداد تر وبالتالي تدخلها بالمال والنفوذ والعمل. ثالثا المؤامرات الخطط الدولية لاحتواء المنطقة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للعالم جغرافيا ورساليا وبشريا. وشكرا كثيرا لكم. شكرا لك يا أستاذ قاسم على هذه الخلاصات. نسمع الآن من أستاذ مختار بن عبدلوي، وهو أستاذ جامعي في المغرب من دار البيضاء. تفضل يا أستاذ مختار، بعدين من الأستاذ مسعود المعلوي. تفضل يا أستاذ مختار. شكرا أستاذ صبحي، وتحياتي للدكتور هيثم. أنا حقيقة حريص دائما على متابعة تدخلات الدكتور هيثم. حقيقة هو من القلة الذين يجمعون بين قلب مناضل وبين عقل موضوعي وحس نقدي قوي جدا، وأجد دائما أن قراءته للربيع العربي على مستوى الأقليم هي من أكثر القراءات جذرية ونقدية وموضوعية. حقيقة كنا نسير ونتطلع إلى الربيع العربي ونحن جد متفائلين وكأننا نتجه إلى عرس، وفجأة تحول هذا العرس إلى مأتم. تصديقا فقط وتأكيدا لما قاله الدكتور هيثم، أذكر أنني ذهبت في زيارة إلى ليبيا بدعوة من منظمة مجتمع مدني بعد الثورة في بنغازي، وتفاجأت طبعا بالفوضى وبانتشار السلاح في كل مكان. وأذكر أنني تحدثت إلى هذا الصديق وهو مقيم في واشنطن الآن وحتى قبل الثورة، وقلت ينبغي جمع السلاح في أقرب فترة سوف يفسد كل شيء. فأجابني قائلا هذا السلاح هو الذي يحمي الثورة. ونحن نرى للأسف كيف حمى هذا السلاح الثورة. أظن أن الخطأ أو الخديعة الكبرى، وهي جزء فقط من الإشكال، أن الإسلاميين كانوا يتوقعون أن الحلف المقدس الذي حاصر وخنق الاتحاد السوفيتي سابقا وبين قوسين الذي حرر أفغانستان سوف يتكرر مرة أخرى بمناسبة الربيع العربي، وأن المنطقة سوف تسلم إليهم لكي يتكلفوا برعايتها، لكن ما حصل هو العكس تماما للأسف. وكان هذا واضحا في مصر، أن القوى المعارضة الديمقراطية أو المحسوبة على الديمقراطية ربما أنها كانت تفكر بمنطق الانتقام أحيانا، وفضلت في كثير من الأحيان التحالف مع العسكر على التعاون وعلى استمرار النقاش سواء في مصر أو في غير مصر حول مسألة الديمقراطية وحول الأفق الديمقراطي وحول بناء توافق حقيقي. حتى لا أطيل وحتى أختم أقول السلاح لم يفسد الربيع العربي فقط، سواء كان من موقع السلطة أو من موقع بين قوسين ما يسمى بالثوار.
السلاح أفسد حتى بعض المجتمعات التي كان واعدة أو كانت واعدة، وأصبح نموذج ليبيا واليمن وغيرهما يقدم على أنه النتيجة المنطقية والتي سوف ينتهي إليها هؤلاء المتظاهرون، وبالتالي أصبح الاستقرار هو شرط بشكل من الأشكال ومدخل لكل تنمية ممكنة ولكل فتاح ممكن. ونحن اليوم في وضع أسوأ بكثير، أتحدث في عموم العالم العربي عما كانت عليه وضعية وحالة الديمقراطية قبل ذلك. شكرا. شكرا لك يا دكتور مختار، وإن شاء الله أيضا تكون في الندوة التي اتفقنا بالسابق مع الأستاذ مفتاح الطيار على إقامتها حول موضوع ليبيا، وأنك أيضا تشارك في تقييم وما حدث بشكل خاص في الوضع الليبي. نسمع الآن الأستاذ مسعود المعلوفة والسفير اللبناني سابق، وبعدين نسمع من الأستاذ سعيد عريقات ومن الأستاذ عدنان برجي من لبنان. تفضل يا أستاذ مسعود. مساء الخير لكم جميعا، وشكرا أستاذ صبحي على هذه الندوة الهامة جدا، حيث تعلمت الكثير وأخذت الكثير من المعلومات التي كنت أجهلها. بالنسبة إلى الربيع العربي الذي أصبح عمره الآن 10 سنوات، علينا أن ننظر برأيي أنا وبكلمات مختصرة جدا كيف كان الوضع العربي في كل دولة شهدت الربيع، عرف بالربيع العربي قبل بدء ذلك، قبل كانون الأول 2010، وكيف هو الوضع حاليا. بالأساس كانت أمور جيدة جدا، وكنا جميعا متحمسين لهذه الأوضاع ولهذه التطورات، وكيف أصبحنا الآن سواء في كل دولة أو في مجموع الدول العربية عامة، الوضع العربي عامة. أعتقد أن من أجل أن نصل إلى جواب وربما إلى أن نتقدم بعض الشيء عربيا في هذا الموضوع، إذا كان من كل دولة شهدت الربيع العربي، تونس، ليبيا، مصر، سوريا وغيرها، كل دولة من هذه 3 أو 4 مفكرين من هذه الدول يقدمون ورقة يدرسون فيها كما تفضل الآن الدكتور هيثم، وقد تعلمت الكثير منه، تقدم ورقة صغيرة مختصر مفيد، ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل الربيع العربي، كيف ابتدأنا، كيف انتهينا، الأسباب الخارجية، التدخل الخارجي من أين أتى، وفي الداخل ما هي الأسباب. وربما عندك أنت في المركز أخ صبحي، إذا تصل كل هذه الأوراق إليك في المركز، بما أنك مركز جامع بين جميع هذه الدول وجميع هؤلاء المفكرين، نستطيع أن نستخلص من كل هذه الدول 3 أو 4 مفكرين من كل دولة يشرحون لنا كيف ماذا حصل وكيف لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، نستطيع ربما من ذلك أن نستنتج دروسا وننطلق في المستقبل إلى أفكار جديدة ربما تمكننا من تجنب ما وقعنا فيه في الماضي. شكرا لك، وشكرا أيضا لجميع المتدخلين على المعلومات القيمة التي نسمعها. شكرا لك يا أستاذ مسعود، وإن شاء الله هذه يعني الفكرة التي تقولها إن شاء الله نقوم فيها، وهناك عدد مهم بالحقيقة من الأشخاص اللي ممكن أن يقوم بوضع أوراق خاصة عن الموضوع وتخصيص ندوي خاصة لهم يعني إن شاء الله. أنا بدي بس أشير الآن أنه عم نسمع التعليقات، حنرجع نسمع في ختام هذه الندوي تعليق وتعقيب ختامي من الدكتور هيثم، من بعد ما يكون يعني أخذنا فقط قدر الإمكان بعض الآراء والتعليقات. حنسمع الآن من الأستاذ سعيد عريقات، بعدين الأستاذ عدنان برجي، بعدين الأستاذ محمد سعيد الوافي، بعدين الأستاذ سلمان من الكويت. تفضل يا أستاذ سعيد. شكرا أخي صبحي، فقط أريد أن أذكر أن اليوم هو 9 ديسمبر ويصادف الذكرى 33 للانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة أطفال الحجارة التي لم تهب الانتليجنسيا الغربية لمناصرتها فقط. كمان بدي أشكر الدكتور هيثم الذي فضح دور الصهيوني برنار أنري ليفي كأحد مؤسسي هذه الفوضى التي لا زلنا نعاني منها. أنا أختلف مع الأستاذ قاسم وأقول أن الربيع العربي ليس فقط كذبة من أولها لآخرها، هو حقيقة مؤامرة الغاية منها نسف إطار العروبة والقومية العربية والحرص وضمان أمن الكيان الصهيوني. إذا تذكروا من أنا أكره هذا المصطلح الربيع العربي، لأنه حقيقة مصطلح اختلق
ليصف ربما تدمير القوى الاشتراكية والاتحاد السوفيتي والآخره عندما بدأ بما يسمى بربيع براغ إن كنتم تذكرون. فهذه الكلمة يجب أن تكون مرفوضة. الهدف مما شاهدناه حقيقة من هذا المصطلح الذي استخدم في براغ وأوكرانيا والآخره ومن ثم أطلق على الثورات الملونة إن كنتم تذكرون هو التغطية على مشروع في منطقتنا، هو التغطية على مشروعه القديم الجديد الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى كما ذكرت نصف إطار العروبة وتدمير حقيقة تدمير الجيوش العربية على الأقل في سوريا والعراق. وهذا بالفعل ما رأيناه في العراق نتيجة الاجتياح، ورأيناه في سوريا وإن فشل شكرا لصمود وبطولة الجيش العربي السوري الذي ظل متماسكا، لكن الهدف هو خلق نزاعات عرقية وقومية وطائفية ودينية بين العرب وخلق دويلات. الهدف من وراءه إذا ما عدنا إلى جين شارب على سبيل المثال، وأنا أعرف كيف أسس لهذه المؤامرة، أعرف تماما سون برنارد لويس، جين شارب بتاع معهد أينشتاين، وواحد صربي عمل معه سيرجي بابوفيتش أن إلى آخره، نتابعهم وأنا أتابع في هذه المدينة أخي صبحي كما تعرف تماما منذ عشرات السنين ماذا يحدث في مراكز الفكر وكيف يضع السيناريو لكل شيء. هذه هي المؤامرة انتقلت من شمال أفريقيا، رأينا ما جرى في ليبيا تدميرا، ليس حبا لجلب الديمقراطية ولكن حقيقة لتدمير كل من يحاول لدعم قوى تقدمية في كل مكان، بغض النظر عن موقفنا من القذافي على سبيل المثال كانت داعما للقوى المناضلة الثورية في أفريقيا وفي أوروبا وفي كل مكان. هذا ما يريدون القوى، كانوا يريدون تدمير الجيش العربي السوري لأنه الجيش الحريص الواقف على المبادئ القومية، الجيش العقائدي ربما الوحيد في المنطقة والذي له الأثر، وأنا في تقديري أن هذا الجيش استطاع أن يتجاوز هذه الأزمة. فإذا عندما نتحدث عن هذه القضايا أخي صبحي، ولا أريد أن أطيل، رأينا كيف تم فبركة الكثير من الأمور، فبركة الفيديوهات، فبركة المجموعات، تبين أنها كلها مفبركة من هجمة الغوطة في 21 أغسطس 2013 إلى دوما إلى غيرها إلى آخره لكل هذه المنطقة. فنحن علينا أن نتريث وأن يكون هناك حوار حقيقي أولا في الحفاظ على الواقع القومي العربي ومن ثم العمل معا كعرب كي يكون لنا خطا مستداما ديمقراطيا وحركات يكتب لها النجاح. وشكرا لك يا أستاذ سعيد، بس بهمني أيضا يعني لن أقول كتعليق الآن، لكن بهمني أنه فعلا أن نكون حريصين على التعبير، أنه يعني ما نعمم يعني من البداية الندوة أشرت أنه لا يجوز وضع كل الانتفاضات الشعبية العربية في سلة واحدة. واقع الحال اللي كان في تونس وفي مصر لم يكن في ليبيا وفي سوريا، الذي أشار إليه الأستاذ قاسم عن اليمن ينطبق على تونس ومصر كرفض للعنف ورفض لحالة العسكرة والتدخل الأجنبي. كل ذلك أنا في رأيي نأخذه في عين الاعتبار نحن عم نقيم الحراك الشعبي، لأنه أنا مدرك أنه المعايير ليست واحدة عن كل العرب. يعني صحيح هذه الانتفاضات عم تحدث على أرض عربية واحدة وعم تترك أثارها على كل المنطقة، لكن ما هو معيار شعبي عربي عام لدعم هذه الثورة أو الانتفاضة أو تلك؟ أنا في رأيي يختلف عن معايير لدى أبناء الوطن نفسه، يعني من هو ربما من سوريا غير الذي هو خارج سوريا من فلسطين أو من لبنان، وكيف ينظر إلى ما يحدث ويربط الأمور بالسياسة الخارجية وهكذا. كل سنترك التعليق دكتور هيثم في ختام هذه الندوة، لكن الآن خليني تابع التعليقات التي عندي الأستاذ عدنان برجي من لبنان، وبعدين الأستاذ محمد سعيد الوافي، الأستاذ سلمان من الكويت، والدكتورة نهى من رام الله. تفضل يا أخ محمد. محمد الله عدنان، عفوا استاذ عدنان لا تؤاخذني. مساء الخير جميعا، شكرا لك استاذ صبحي ولمركز الحوار النشيط دائما، وشكرا للدكتور هيثم وكل المشاركين. سوف احاول اختصار ما امكن. انا في تقديري ان الانتفاضات حصلت في
المنطقة العربية بسبب عجز الأنظمة القائمة وفسادها وغياب مفاهيم الدولة والمواطنة والعدالة والديمقراطية. يعني حصلت الانتفاضات كما أنه الكوب امتلأ وفاض بلحظة معينة من الزمن، وهذه اللحظة كانت أوصل الناس بالمجتمعات العربية إلى مرحلة الكفر وحاولت التحرك لتغيير الواقع. بذات اللحظة كان الخارج مستعد للاستثمار وللدخول على الخط، لأنه كان عنده تهيئة قبل سنوات عم يحكي بالإصلاح في المنطقة العربية وعم بيهيئ أجواء معينة من خلال الأطلسي والمؤتمر اللي عقد 2004 بإسطنبول. كان واضح أي نوع من الإسلام بده نيال بيرضى بيرفع شعار الديمقراطية وبروح على العلاقات مباشرة مع العدو الصهيوني. لذلك الاستثمار كان يجب أن يكون بذهن أي مواطن عربي أو أي انتلجنسيا عربية موجودة أن هناك محاولات للاستثمار الخارجي، ومدخل هذا الاستثمار هو استخدام العنف. وللأسف فكتير من الثورات العربية، الانتفاضات العربية، تم اختراقها بهذه الأساليب العنفية، خاصة لما كانت الجيوش ببعض هذه الدول غير قوية كفاية حتى تحمي نفسها من هذا الاستثمار الخارجي. وأيضا دخل على الخط من الداخل مقامرين ومغامرين، إضافة يعني حاولوا استغلال وسرقة نضال الشعوب ونضال الشباب. بجميع الأحوال أنا في تقديري أن الانتفاضات العربية أرست قواعد جديدة وفتحت نوافذ جديدة. القواعد اللي أرستها أنه لا يمكن لحاكم أن يطمئن بعد الانتفاضات العربية إلى أن الشعب لن يثور عليه ولن وسيبقى صامتا للأبد الدهر. وفتح أيضا نوافذ جديدة أمام الأجيال الشبابية العربية لأن تفكر بالتغيير، لكن عليها أن تستفيد من دراسة الأخطاء التي حصلت خلال هذا العقد من الزمن على امتداد الساحة العربية، وأن يفكر بكيفية التخطيط للتغيير الديمقراطي السلمي الذي يتماشى مع حقيقة الوضع ومع متطلبات العصر بحد ذاتها، وما يأس ولا أنه يغيب عن باله الأخذ بمشروع محدد، لأنه كثرة الأهداف وكثرة القيادات لا تؤدي بالوصول إلى هدف محدد أبدا على الإطلاق. لما في سفينة بدها تقاد من 20 أو 30 ربان سوف تغرق بالتأكيد. لذلك على الشباب العربي أن يستفيد من هذه التجربة وأن يروح باتجاه بناء مشروع عربي جديد ويسعى إلى التغيير بدون ما يكون في عنده التسرع أو الارتهان للخارج، أو حتى مجرد أنه يعني الاعتقاد أن الخارج سوف يساعده لتحقيق أهدافه، لأنه الخارج دائما عنده هذه المنطقة العربية هي منطقة مستعمرة بالنسبة له أو يريد استعمارها حتى يريد تحقيق أهدافه. فليست مؤامرة وليست بعيدة بنفس الوقت عن الاستغلال من المؤامرة. يعني هذا أمر بدنا نكون ما أن الشعب العربي كله تحرك بهذه السرعة وبهذا الشكل لأنه مؤامرة، هون في مشكلة كبيرة معناتها أنه صار الشعب لا نثق به. فهذا الواقع إن شاء الله يعني الأمور بتاخد مجال أفضل بالمراحل المقبلة بوعي أكثر عند الشباب العربي. وشكرا لكم. شكرا لك يا أستاذ عدنان، وأنت على اتحاد الكتاب اللبناني ولك عدة مقالات عن موضوع الحراك الشعبي العربي. إن شاء الله تكون فرصة أيضا لنسمع منك بالتقييم العام الذي اقترحه الأستاذ مسعود معلوفة. بدي كان أسأل أخ محمد سعيد الوافي لكن أرسل لي رسالة هاتفية أنه اضطر أنه يترك، فنسأل الأستاذ عاطف عبد الجواد وهو أيضا من الإعلاميين العرب المصريين في منطقة واشنطن، وبعدين من الأستاذ سلمان من الكويت. تفضل يا أستاذ عاطف. شكرا أستاذ صبحي. أنا أعتقد أن الربيع العربي لم يفشل ولم ينجح، هو تعثر ولكنه لم يفشل. أدلة، ثلاث أدلة.
الأول هو أن الربيع العربي أو الحراك الشعبي في تونس نجح ولو نسبيا. الدليل الثاني هو أن الربيع العربي أو الحراك الشعبي تمكن من إزالة أفراد أخوياء لم يكن ممكنا إزالتهم إلا بانقلابات عسكرية أو عن طريق الموت، حسني مبارك، علي عبد الله صالح، وزين العابدين. الدليل الثالث والأخير وأركز عليه شوية هو أن أوروبا كان لها ربيع أوروبي في العام 1848 بعد سقوط نابليون. كانت أحوال أوروبا أسوأ من أحوال العالم العربي اليوم، من حروب أوروبية وتزمت ديني إلى آخره. فشل الربيع الأوروبي في أن يأتي بنتائج فورية. هذه النتائج لم تأتي إلا بعد قرن من الزمن وبعد حربين عالميتين. الآن حسني مبارك قال الجيش سيحكم مصر 50 سنة مقبلة، وأنا أقول الربيع العربي سيأتي بثماره تدريجيا وليس عن طريق حربين عالميتين بعد 100 عام. بعد 100 عام سيأتي الربيع العربي بثماره. إذن الربيع العربي كان الربيع العربي كما شاهدناه في أوائل هذا العقد كان بمثابة بروفا لإتقان الإصلاح الذي سيأتي على مدى قرن من الزمن. شكرا لكم. شكرا لك يا أستاذ عاطف، لكن أنت الآن عم بتقول أنه أحفادنا هني اللي حيحصدوا ثمار هذا الربيع، فهذا شيء لا آمل أنه يكون هو واقع الحال. نتمنى أن نعيشه نحن ويعيشه أبنائنا في هذه الفترة إن شاء الله قريبا. نسمع الأستاذ سلمان من الكويت، بعدين من الدكتورة نهى من رام الله. تفضل يا أستاذ سلمان. شكرا أستاذ صبحي. أنا سؤالي للأستاذ هيثم كان الصورة اللي رسمها إذا حللت فيها لا أجد في بصيص نور، فالأستاذ هيثم يمكن بيكون أجدر الناس أن يقول أين يقع بصيص النور. لكن من تعليق الأستاذ عاطف الآن أن الربيع ثمارة تجي بعد 100 سنة، أنا أعتقد أن هذا كلام سليم 100%، وأن احنا نعمل adaptation تحوير لأسلوبنا بما يتناسب مع ذلك. فبدل ما تكون 100 سنة يمكن تكون 70 سنة أو يكون أقل من ذلك. لكن إذا احنا آمنا أن الديناميكية، أنا أعتذر يا جماعة على الألفاظ الأجنبية، إذا كانت الديناميكية الموجودة على الأرض فمن ثم العوامل الخارجية الداعية لإفشال المحاولات، وتطرق لها أستاذ هيثم ذكرها بدون ضمنيا أن طلعوا لنا الإسلاميين وقالوا هذول كفار العلمانيين، فإحنا عندنا مشاكل داخلية وفي قوة خارجية وفي نفط، ففي عوامل ديناميكية تفشل أي محاولة، فما يبقى إلا الخيار الوحيد اللي هو الخيار طويل الأمد اللي أشار له أستاذ عاطف، أن هذا هو الخيار الوحيد. فمن ثم خلنا نسيس أسلوبنا وطريقتنا. أنا اقتراحي الشخصي يا جماعة أن أنا أغير منهجيتي بما يتلائم مع هذا الهدف. ومشكورين وأتمنى الإجابة الطيبة من الأستاذ هيثم. شكرا لك يا أستاذ سلمان، وشكرا أيضا للأخ داود إلى جنبك يشارك في الندوة كمان. دكتورة نهى تفضل، بك ترفعي نفسك من الميكروفون ممكن، وبعدين نسمع أيضا من الدكتورة أميرة عرفات زمان ما كانت معنا و رحم الله زوجة الدكتور فضيل، وهي كانت لهذا السبب لأن تكن تشارك معنا في السابق. أنا مسرور أنها عادت إلى المشاركة في ندوة مركز الحوار. نسمع من الدكتورة نهى ثم من الدكتورة أميرة. مساء الخير للجميع من رام الله ومن 3 كيلو عن بعد من القدس الشريف. أود أن أضم صوتي للأستاذ سعيد وأقول وأذكر أن اليوم نحن في 9 ديسمبر نحتفي بالذكرى 33 لأول كلمة انتفاضة أصبحت في المعاجم كلها الانتفاضة الفلسطينية المجيد الأولى، والتي لنقول تكسرت على صخور أوسلو، لم نجني ثمارها كما يجب. ولكن أود أن أسأل الدكتور هيثم وأضم صوتي أيضاً لفكرته التي طرحها أنها تبدأ فعلاً ثورات شعبية ومن ثم التدخلات أو احتوائها
يحول مسارها بشكل مغاير جدا أو لا نجني الثمار التي نأمل أو نتحمس في البداية أنها ستكون. أود أوجه سؤال للدكتور هيثم، وأنت عندك رؤية موسوعية، كيف ترى الوضع الفلسطيني الآن ونحن ليس في فكي كماشة، في فكي ثلاث كماشات معا، الاحتلال والسلطة الحاكمة والأنظمة العربية المتهافتة على التطبيع، فأصبحنا نحن يعني بضبابية رؤية وانعدام حيلة لدرجة أننا في الداخل أصبحنا لا نفكر، أو كيف نرتب تفكيرنا؟ هل هو في تفكير وحش الانقسام أو تقليد البيروقراطية العربية في نظام السلطة الوطنية أو التكالب الأخ وقبل الصديق؟ يعني نحن في سجن كبير الآن ولا نستطيع حتى أن نفكر حتى يوم الغد ماذا سيحصل معنا، فسواء بموضوع حقوق الإنسان أو سواء بموضوع التحرر الوطني أو سواء بموضوع كنا نعول ونكون نرجسيين أن بعد الثورات العربية أن إخواننا العرب سيتقاطرون لنصرتنا بالأنظمة الجديدة، فوجدنا الجديد يعني عفوا في هذه الكلمة وليست الكلمة أسوأ من القديم، فأين نحن؟ أود أن أستمع إلى وجهة نظر الأستاذ هيثم. شكرا لك يا دكتورة نهى، وإن شاء الله تكوني معنا دائما أيضا في ندوة مركز الحوار. دكتورة أميرة عرفات، ترفعي نفسك من الميوت إذا أمكن. دكتورة أميرة، هل تسمعني؟ الآن نسمعك يا تفضل. أهلا فيك، عم نسمعك يا. يس. شكرا للدكتور هيثم وشكرا لجميع المشاركين. سؤال للدكتور هيثم عن سوريا التي تهمني جدا. نعرف أنه هناك قوات إيرانية في سوريا وكذلك قوات روسية، فما هي العلاقة بين الاثنين وكيف هل هم يتعاونوا مع بعض لرد بعض المهاجمين أو بعض الإرهابيين، أم أنه هناك علاقة شد بينهما، وهل هناك علاقة حب وكراهية بين الاثنين، وكيف ينظر الشعب لكلتا القوتين؟ شكرا لك يا دكتورة أميرة، وأنا كان بودي فعلا نسمع أيضا من العديد من الأشخاص اللي موجودين معنا، بعضهم للمرة الأولى وأشخاص زمان أيضاً ما كانوا معنا، فزوروني جميعاً لأنه صارت 4:15 بتوقيتنا بواشنطن، والدكتور هيثم صحياً منه مرتاح كان من يوم أمس، فحأترك الكلمة الأخيرة له والتعليق على كل ما سمعه. أتمنى إن شاء الله أنه ندوات قادمة يكونوا جميعاً معنا، فتفضل يا دكتور هيثم نسمع منك تعليق على كل ما سمعته وعلى إجابة على بعض الأسئلة. أول شيء بحب أشكر ملاحظات الأخوة قاسم، مختار، سعادة السفير مسعود. الحقيقة أنا مع هذه الملاحظات، أنه مثل ما قال السفير لابد من أن يقوم عمل جماعي من كل البلدان العربية المفكرين في هذه البلدان اللي كانوا بشكل أو بآخر طرف. شاءوا أنا أبو يعني حتى اللي قعد في بيته هو طرف كان بالرغم عن أن يقدموا كتاب للعرب، كتاب تحليلي عقلاني أكاديمي يتحدث عن ما يمكن اعتباره، إذا ما بدنا نقول لا ثورة ولا انتفاضة ولا مشان ما يزعل أخي سعيد، أكبر تسونامي عاشه العالم العربي منذ الحرب العالمية الثانية، شئنا ما بين هيك بيطلع اسمه، نسميه تسونامي يا أخي. أنا على كل حال ما كنت استعمل كلمة ثورة، لأنه نحن بالأدبيات التقليدية
بالعلوم الاجتماعية والسياسية نستعمل كل كلمة ثورة عند نجاحها، ونقول انتفاضة عندما لا تنجح. لذلك أول كتبي كان لسه عمري 25 سنة، كان اسمه انتفاضة العامية الفلاحية في جبل العرب، وليس ثورة العامية مثل ما سماها غيري، لأنها في النهاية نجحت في إعطاء نموذج وإعطاء تجربة جميلة، لكنها سحقت من قبل الجيش العثماني. ضروري هكذا جهد، وإذا بيقوم المركز بمثل ما بيقولوا البروفا أو التحضيرات الأولية عبر ندوات لكل بلد ومن ثم ندوات جماعية، يمكن أنه يكون العمل أكثر عمقاً وأكثر عطاءً. يعني ما عندي تقريباً ملاحظات لأن اختنيت من مداخلات الأخوة. في بالنسبة للأخ سعيد، يا ريت يا أخي سعيد، كنت بتمنى لو كنت بسيدي بوزيد وبالقصرين وبتالا وبدرعة وبساحة التحرير، لأنه لو كنت بدرعة أكيد كنت شفت اليافطات والشعارات اللي كانت تقول جيش وشعب إيد واحدة، وببعث لك الأفلام موجودة مش مزورة، وبتلاقي إنها بدائية، يعني ما تستحق حتى أنه كيف بدك تعمل رتوش ما بيزبط معك، وكيف الأطفال في درعا كانوا يقدمون على الدبابة اللي دخلت إلى مدينة درعا الزهور لأبناء الجيش السوري. فاللي أنا عم بحكي عنه، أنا ما عم بحكي عن جبهة النصرة اللي ضربت قاعدة الدفاع الجوي في شمال حلب، وهي تعرف أن الدفاع الجوي لا علاقة له، لا راح يقصفها ولا راح يحاربها، مو شغلته، فلماذا دمرت؟ ولا المحطة الحرارية في زيزون في إدلب؟ ولا أنا ما عم بحكي عن هذول طلعهم النظام السوري من السجن لكي يحولها من ثورة شعبية سلمية إلى مواجهة عسكرية. وبالحرب مثل ما بتعرف ألاجيركم ألاجير، يقول الفرنسيين، اللي بيروح الحرب بيعمل كل شيء، بينما قبل كان عم يقتل مدنيين بصدور عارية وكاتبين على صدرهم بقميص سلمية، بهديك نسخة منه، سلمية ولو قتلوا كل يوم 100، هذه ثورتنا وهذا ربيعنا، هذا اللي بنعتز فيه، والمؤامرة كانت علينا مش على النظام، كانت على هؤلاء الشباب. لذلك حمد بن جاسم ما عاد نام بالدوحة، صار بده يدور العالم كله، السمسار الإقليمي بتاع جماعتك، مو جماعتك يعني مطرح ما أنت. شفنا اللي شفناه، شفنا كيف تجي للأطفال هذول الشباب اللي في عمر 16 و17 سنة لا يريدون أن يعيش معاش آبائهم من ظلم، من استبداد، من فساد. نقول هذول مؤامرة أمريكية ولا غربية؟ يا حبيبي، العلم الفلسطيني في درعا كان مع العلم السوري، والعلم السوري في درعا كان أحمر، هو علم اللي موجود الآن في دمشق، وكان في دمشق. فلا نخلط التاريخ ولحظاته، فيه خطوات صارت وفي مراحل، وهذه المراحل أنا قلت لك فعلاً كانت خطة جهنمية للعسكرة،
أنا نضلت من شهر نيسان وأطلقت اللقاءات الثلاثة، ومن حسن الحظ 28 حزب سياسي وشخصيات مستقلة كبيرة في مؤتمر حلبون تبنت هذا الثلاثي. لكن في طلع بعد اجتماع حلبون بشهر مقال على مواقع الإخوان المسلمين والقرضاوي اسمه عصر الصلح الغربي الإسلامي، بيرد علينا، بيرد على هيثم مناع، بيقول نحن بحاجة إلى الطائفية ليتحرك الشعب، وإلى العنف لمواجهة عنف النظام، وإلى التدخل الخارجي لأن موازين القوى غير متكافئة. هذا على مواقع الإخوان المسلمين، والقرضاوي نشر نفس المقال وأرسل لك نسخة منه. وقتها كان مفرج عن زهران علوش اللي عمل الغوطة. انت عم تحكي لي بالغوطة؟ طيب الغوطة مين؟ الغوطة مو رزان زيتون، الغوطة قتلت رزان زيتون، قتلت السلميين اللي كانوا تحت ايديهم. مش عدنان وهبة، الدكتور عدنان وهبة احد اكبر المناضلين الديمقراطيين في 40 سنة، قتلوه في عيادته. فتقول لي إنه القاتل هنا مثل المقتول؟ لا يا أخي سعيد، حرام عليك. في مسألة أساسية، في عناصر دخلت جديدة ما كانت الناس تعرفها، مثل ما بيقولوا CNN حرب الكويت طلعتها، الجزيرة كذا. نحن اللي طلع عنا في 4 عناصر كثير مهم نوقف عندها ونحللها وندرسها، لأنه أثرت على كل المسارات. أول شيء فكرة المقاتل بلا حدود، ثاني شيء الإعلام بلا حدود، ثالث شيء المال السياسي، ورابع شيء السلاح ضروري لمواجهة السلاح. هذه القواعد 4 اللي تبناها عدد للأسف من الوطنيين في مختلف البلدان العربية. أنا في أحد المناضلين في اليمن كنا يعني كان من الذين حاربوا الحروب 6 مع الحوثيين، بقيت بتصل فيه سمعت أنه صار متحدث باسم الحوثيين، قلت له شو عم تعمل؟ طبعا ما مسكين اختيل، قال لي هي الفرصة الوحيدة لنخلص من النظام القديم، وكأنه الحوثي نظام جديد ولا شغلة جديدة. في حوادث صارت مؤلمة جدا حقيقة، تستدعي تأمل ووقف عندها. حتى الدول اللي ما صار فيها عنف، منصف المرزوقي بيقول أنا رسبت بالانتخابات بسبب الرز الإماراتي، فرد عليه أحد السبسيين قال له لا، أنت رسبت بسبب الشعير القطري، القطريين ما دفعوا لك قد الإماراتيين ما دفعوا لك غيرك. يعني المال السياسي لعب دورا أساسيا حتى في تشويه التجارب التي لم تتلوث بالعنف. هذه مسألة لازم تندرس، إنه هل يمكن في المجتمعات المحيطة والدول الضعيفة اللي مديونة أو بحاجة لمساعدة بدون عيبة على حدا، الأردن مثلا، الأردن إذا بتوقف المساعدات عنه بيأكلها، هل يمكن لدول من هذا النوع أن يكون لها قرار سيادي في مسائل استراتيجية في المنطقة؟ هذا السؤال أنا برأيي بكل بساطة لا، لا، لأنه بالأساس نحن كنا أمام دولة تابعة، تابعة اقتصاديا، تابعة إداريا، تابعة بكل النواحي، غير قادرة على أن يكون لها قرار السيادة والاستقلال.
بالنسبه ل يا بكمل لانه بدي كان بس يعني الان فلسطين تعليق سريع معك بس تخلص يعني تفضل. لا بدك تكمل بالاول تعليقات لانه بدي توقف عند نقطه انت يعني. انا بدي اوقف كثير عند سؤال اختي من رام الله لانه انا كنت سعيد جدا بجمله يمكن قالتها عفوا ويمكن ما تقصد اللي قالتها فيه نحن، لذلك انا بقول كلنا فلسطينيين دائما، وعندي كرت في المعهد الاسكندنافي كلنا فلسطينيون، ما بعتبر حالي سوري لما احكي بالقضيه الفلسطينيه، لانه يمكن اليوم ما كنت موجود معكم لما رحت على ايلول الاسود لدعم الفلسطينيين، ولا عده امور بحياتي كنت فيها فلسطين اولا. انا لا اظن ولست متشائلا حتى بل متفائل بمستقبل القضيه الفلسطينيه. يمكن تقولوا هذا جاء على باله يحلم ولا لا 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 لا، ما قام على خطأ لا يستطيع الاستمرار بالترقية. هذا المشروع غلط، مشروع ما بيركز، فما بإمكانه والله ترقية يعني مثلا الحكي بالتطبيع وما بعرف شو بده يعمل التطبيع. يا أخي طز كان تحت الطاولة صار فوق الطاولة يعني ما هو جديد يعني في واحد نصحه لولي العهد بالسعودية قال له يا أخي أنت مالك مضطر تعمل مثل جيرانك، بتقدر أنك تعمل مثل الملك حسين، على الأقل زاير تل أبيب شي 30 مرة بس ما تطبع، مالك مضطر يعني لأنه أنتوا مكة والمدينة حالة خاصة وحساسة وكذا. فأنا لا أعتقد بأنه هذا موضوع التطبيع هو موضوع يمكن أن يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية. هذا الموضوع اهتز بسقوط ترامب، اتزعزعت صفقة القرن والقرون والقراء كل علاك الفاضي بتاعه. من سيستقبل كوشنر بعد 21/1/2021 إلا إذا بدهم يستقبلوه مثل ما بزمانه يعني مشان إكرامية إنه والله بزمانك أنت كنت تجي لعنا وكذا، بس مين بده يستقبل؟ مين الشخصيات الهزيلة والعدمية اللي لا بتفهم لا بالتاريخ ولا الجغرافيا حتى أنه يكون لها دور في مستقبل الشعب الفلسطيني؟ أنا أظن بأنه مثلاً المنظمات العربية ما اجتمعت ولا مرة بقدر العدد اللي اجتمعت فيه في مناظرة ضد الأبارتايد والتطبيع. القرار الأول اللي اتخذته تشكيل Global Coalition for Palestinian Rights ما عملتها هاي المنظمات حتى أثناء الانتفاضة وبعد. هناك أشياء ونضالات تقوم من رام الله إلى العالم كله دفاعا عن الحق الفلسطيني. فالمعركة ليست قصيرة، وأنا دائماً بقول إذا بدكم تعتبروا أنه كان بالإمكان القضاء على الحملة الصليبية بعشرين أو ثلاثين سنة فأكيد هذا حلم، لأنه كانت في صعودها. نحن عندنا اليوم صحيح بقالهم من 48 من قبل أيضاً، لكن الآن التفسخ الفساد وأيضاً الصراع الداخلي أصبح في صلب هذا التكوين اللي المفروض أنه يكون
بالنسبة لبايدن قاعدة عسكرية، يعني بمعنى الآمر فيها له كلمة واحدة والباقي بيطيع. هو لا، هو مجتمع اليوم متفسخ واحتمالات انفجاره كبيرة. لذلك أنا لا أظن أن الشعب الفلسطيني في وضع صعب إلا بالمعنى المعاشي وفقط، أما بالمعنى النضالي، بمعنى أحقية حقوقه، بمعنى أحقية مشروعه، اليوم احتضانه أكبر من أي وقت سبق. وهي مسألة نحن دعينا في الشهر الثالث في 15 آذار ضد الأبارتايد ومشروع صفقة القرن. لأول مرة يصل اللي تابعوا الندوة، لأنه حطيناها وقتها فيس ووزعناها، إلى 75 ألف متابع. ما أجوا مشان لا هيثم منا، ولا أجوا مشان برغوثي، ولا أجوا، لا لا، أجوا لأنه العنوان أنه صفقة القرن أبارتايد جديد، شان هذا العنوان. إذن الناس في عندها وعي، ووعي أعلى حتى من شباب انتفاضاتنا. أخي سعيد، طيب فقط تعليق مني على ما سمعته منك الآن، يعني مهم أني كون كخلاصة الآن لهذه الندوة. في حديثك عن سوريا وعن دول أخرى، تحديدا عن سوريا، واضح أنك تتحدث عن مزيج من مسألتين، من مشكلة الداخل ومن تدخل الخارج. واضح بحديثك أنه هناك براءة الحراك الشعبي الذي بدأ، وهناك ما هو جرى الانحراف بهذا المعنى والتوظيف الخارجي. سوريا تحديدا، يعني بدي توقف عن سوريا لسبب، أنا ما زلت أذكر كلام هيلاري كلينتون كانت وزيرة الخارجية في نوفمبر 2011 حينما جرى اجتماع بالجامعة العربية، كانت سوريا ممثلة فيه، وجرى الاتفاق على وقف كل حالات العنف في سوريا ودعوة المسلحين لتسليم الأسلحة وعلى إجراء تعديلات دستورية إلى آخره. أعطت تصريح هيلاري كلينتون وقتها، قالت فيه: إياكم أن تسلموا السلاح، وعليكم الاستمرار في يعني ما هو يحصل كان كعمل عسكري. هذا الحديث في نوفمبر 2011. ما زلت أذكر في قانون الثاني يناير 2011، عندي بالحقيقة هذا التصريح لجيفري فيلتمان الذي كان مساعدا لهيلاري كلينتون، أعطى حديث للشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط، قال فيه أنه ما حدث في تونس كان قبل ما تنتهي الأمور حتى في مصر، هذا في مطلع كانون الثاني يناير 2011، ما حدث في تونس هذا يجب التوقف عنه ويجب الاستفادة منه لتكراره في أماكن عربية أخرى. هذا كلام من يعني من كان مواقع مسؤولية بوزارة الخارجية الأمريكية. أنت قلت لي أخي هيثم، إذا كنت تذكر أيضا من أيام قليلة، عن أحد الأشخاص الذي هو ليس بحالة إسلامية سياسية، أنه تحدث معك عن إمكانية تشكيل أنصار السنة في سوريا، وأنك أنت استغربت هذا الكلام من شخص كان له طابع علماني، فكان جوابه لك أنه لو شكلنا أنصار جيفارة لن نأخذ المال والسلاح. تركيا التي فتحت حدودها لعشرات الألوف من المقاتلين الأجانب للدخول إلى سوريا، سوريا المجاورة لإسرائيل التي إسرائيل فتحت حدودها لكثير من المعارضة، 120 ألف غير سوري دخلوا الأراضي السورية. نعم، وإسرائيل التي فتحت حدودها لكثير من المعارضين السوريين حتى للاستشفاء والعلاج، كل ذلك أنا في رأيي يجعلنا كعرب غير سوريين. وشوف توقف عند هالنقطة، لأني مررت عليها مرورا عن اختلاف المعيار. يعني مثلا بفترة عبد الناصر العرب غير المصريين تعاملوا مع عبد الناصر كقيادي ما سألنين عن الوضع الداخلي ولا عن المخابرات ولا عن أي شيء. المصريين كان عندهم معيار بالداخل، هذا نظام حكم مش فقط يعني، وهكذا. أنا لا أشبه الآن إطلاقا وضع سوريا بحالة مصر عبد الناصر إطلاقا، أجل لا أفهم خطأ في هذا الموضوع. على العكس، كان حزب البعث في سوريا وفي العراق مسؤول عن مأساة كبيرة في هذه الأمة للأسف. مهم، لكن تحديداً بالسياسة الخارجية يكون المعيار لغير المواطن السوري غير ما هو للمواطن السوري، وهكذا في ليبيا وهكذا في أي مكان آخر. فأنا بهمني فعلاً بخلاصة هذه الندوة اليوم معكم ومع الأخوة والأخوات اللي شاركوا،
أنه أولاً نتفق ما في معيار واحد عربي للتعامل مع ما حدث في المنطقة العربية، وإذا كان المعيار له علاقة في مسألة الديمقراطية بمعنى أن يكون هناك أنظمة جيدة، هذا يتطلب من البديل أن يكون هو أيضاً بديل جيد. وهذا الذي سمعناه من بعض الأخوة اللي تحدثوا، الأخوات، الذي جاء أسوأ مما كان قائماً بسبب، في رأيي وجداً مهم هذه النقطة، غياب عناصر ثلاثة تتكامل مع بعض البعض أن هي تقود الحراك الشعبي. قيادة سليمة، فكر سليم، أسلوب سليم. وجدنا في بعض هذا الحراك الذي تم من يعتز أنه ما له قيادة، يعني على سبيل المثال من لبنان اللي أنا جئت منه، أنه والله بأكتوبر الماضي صارت السنة الماضية، يعني أنه صارت والله ثورة شعبية بلبنان وما لها قيادة، شيء لا يعتز فيه أنا من وجهة نظري، لأنه إذا ما لها قيادة يعني ما معروف شو أهدافها وما معروف وين هتوصل بأساليبها. وهذا الذي حدث في العديد من البلدان العربية، إن كان بحال التدخل الخارجي أو بانعدام التدخل الخارجي، أنه هناك انعدام لتوفر العناصر الثلاث لنجاح أي حركة تغيير، وهي تكامل قيادة سليمة مع فكر سليم مع أسلوب سليم. وأعتقد هنا مكمن المشكلة الكبيرة التي حدثت في كل الحراك الشعبي العربي، أنه لو توفرت القيادة السليمة والفكر السليم والأسلوب السليم لما استطاع التدخل الأجنبي أن يحدث. نعود إلى مقولة مالك بن نبي، يعني القابلية للاستعمار هي نفسها قابلية للتدخل الأجنبي. ضعف الوضع الداخلي الذي أشار إليه الدكتور هيثم في سوريا، وتحول حتى الكثير من الوطنيين الألمانيين إلى أصبحوا إلى بحالة مفتي، يعني على ما أذكر اسمه جورج صبرا، يمكن ماني غلطان يا دكتور هيثم باسمه، والكثير من الأسماء التي كنا نراها تتحدث وكأنها تمثل تيار سياسي ديني وهي ليست لها علاقة بتاريخها كله في هذا الجوانب. أعتقد هنا مكمن المشكلة، أنه الكثير من المعارضات العربية لم تكن متوفر فيها عناصر النجاح، مما هيأ الأمور للتدخل الأجنبي، أو أنه كان التدخل الأجنبي قائم كقرار ووظف هذا الواقع الحال السيء. ولا ننسى المنطقة ما فيها من انقسامات للأسف طائفية ومذهبية مزروعة لعقود ولقرون، وليس فقط لسنوات التي لها علاقة في الانتفاضة، وجرى إخراجها كلها إلى السطح. يعني فأمل إن شاء الله أن نحقق ما قاله الأستاذ مسعود المعلوف، بأنه أن يكون هناك تمني على 4-5 أشخاص من عدة بلدان عربية أن يقدموا أوراق خاصة في تقييم هذه الحقبة، وإن شاء الله ممكن نفعل هذا الشيء خلال هذا الشهرين القادمين، إن كان بكانون تاني القادم أو هذا الشهر، وأن يكون هناك فعلا خلاصات تستفيد منها كل شعوب الأمة وليس فقط أبناء بلد عربي معين. أنا أشكر شكر جزيل الدكتور هيثم مناع على وجوده معنا اليوم، سلامتك صحيا، وأتمنى لك صحة والعافية، والأمر نفسه لجميع الأخوة والأخوات اللي شاركوا معنا اليوم، مع الاعتذار الشديد من الذين لم يكن هناك إمكانية لأخذ رأيهم في ندوة اليوم، على أمل نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء. أنا أعتذر أيضا للأخت اللي طرحت سؤال عن إيران وروسيا. نعم دكتورة أميرة، أنا مستعد أن أتكلم معها في هذا الموضوع، لأنه خارج الموضوع أنا تجنبت الإجابة. إذا ما عندك مانع بعطيها الإيميل الخاص فيك وهي تتواصل إن شاء الله. لا في أي مشكلة، بالعكس. ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة. سلامتك يا دكتور هيثم، وشكرا لك، وإلى اللقاء إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. تصبحون على خير لمن أنتم في المنطقة العربية الآن.